السلام عليكم حبايبي طلاب تانية إعدادي. إن شاء الله النهاردة نكمل مع بعض شرح قاعدة يونت 2 واللي بتتكلم على زمن مهم جدا وهو زمن Present Continuous المضارع المستمر. طيب في البداية كده لو ما اتفرجتش على شرح قاعدة الوحدة الأولى هتلاقيني سايبها لك في صندوق الوصف واللي كانت فيه عنوان المضارع البسيط. طيب بسرعة كده أعرفك إيه هو بقى المضارع المستمر اللي هو موضوع الوحدة التانية. طيب المضارع المستمر عشان تفهمه لازم تبقى عارف ان هو الحاجة اللي بتحصل وقت الكلام، يعني انا بعمل ايه دلوقتي؟ بتكلم، يبقى اقدر اتكلم هنا عن المضارع المستمر. اقول ايه بقى؟ I am talking. حد بيقول لي يا مستر طب امال المضارع البسيط ده بتاع ايه؟ كنا قلنا قبل كده في الوحدة الاولى ان زمن المضارع البسيط بنستخدمه لو الحاجة دي بتتكرر، يعني انا متعود اعملها، زي ما اقول لك مثلا I go to school by bus every day. معنى كده ايه؟ ان انا بروح المدرسة كل يوم، مش رايح دلوقتي، لا ده انا بقول لك انا كل يوم بروح المدرسة، انا كل يوم مثلا بأذهب الى النادي، حاجة بتحصل كل يوم ولكن ما بتحصلش دلوقتي. خلاص كده اللي بيحصل دلوقتي بقى اسمه مضارع مستمر. طيب انا مستر في تاني اعدادي او تالت اعدادي او اولى اعدادي مش قادر افرق بين الموضوع ده، ولا يهمك حاجة، هو اصلا في المرحلة دي بيدي لك keywords، كلمات بتدل على الزمن، وزي ما قلت لك قبل كده الكلمات اللي بتدل على الزمن دي بتعتبرها كشاف، يعني حاجة كده بتعلمك ان ده مضارع مستمر. طيب الكشاف بقى اللي بيدل على الزمن لازم تحفظه اللي هي الكيوردز. طيب ايه هي بقى الكيوردز اللي بتدل على المضارع المستمر؟ خلي بالك كل كلمات بتيجي من استخدام الزمن، انا قلت لك ان المضارع المستمر ده هو الحاجه اللي بتحصل دلوقتي وقت الكلام. معنى كده ان الكلمات اللي هتدل عليه زي كلمه الان، الان بالانجلش اللي هي ناو، بقول لك ناو دي بتدل على المضارع المستمر. ايه تاني؟ عندي كلمه اسمها at the present اللي هو في الوقت الحاضر، الحاجه دي بتحصل دلوقتي. طيب هناخد على السبوره دلوقتي كل الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر ودي لازم تحفظها. طيب وظيفتها ايه؟ لما بشوفها في الجمله بجري على زمن المضارع المستمر. نبدا مع بعض كده الكلمات بتاعتنا ونحفظها. اول كلمه شباب بتدل على المضارع المستمر وهي كلمه ناو، كلمه مهمه جدا دي معناها الان، معناها ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي. طيب عندي كلمه كمان اللي هي كلمه listen، كلمة لسن بتيجي في أول الجملة بيكون معناها استمع، دي برضو بتدل على المضارع المستمر. خلاص كده؟ طيب من الكلمات المهمة كمان at the present اللي هي معناها في الوقت الحاضر، كل الكلمات دي معناها ان الحاجة دي بتحصل دلوقتي. طيب عندي كلمة كمان اللي هي كلمة watch out بتدل برضو على المضارع المستمر ودي معناها احترس، خلي بالك يعني في حاجة جاية علينا. خلاص؟ وعندي كمان كلمة اسمها look اللي هي معناها انظر، برضه بتدل على المضارع المستمر. يبقى في كلمات بنسميها الكشاف اللي لما بنشوفه في الجمله بنلجا الى زمن المضارع المستمر اللي احنا عارفين اصلا هو بيستخدم امتى. يبقى الكي ووردز الكلمات اللي بتدل على الزمن لازم احفظها، كلمه ناو، listen at the present، watch out، وعندي كلمه look، وطبعا في كلمات تانية موجوده عندك في الكتاب هتقدر تحفظها ولكن دي هي الكلمات الاشهر اللي بتدل على المضارع طبعا المستمر. وعندي كلمه كمان اللي هي at the moment، at the moment يا شباب اللي هي في الوقت الحاضر دلوقتي يعني. يبقى احنا الكلمات اللي بتدل على المضارع المستمر هنحفظها موجوده عندك في الكتاب. ندخل بقى في الشرح. انا مستر بقرا جمله لقيت الجمله دي فيها كلمه من الكلمات دي، اعمل ايه؟ اروح للزمن ده. طب لازم اكون بقى عارف تكوين الزمن، زي ما اتعودنا كل زمن عشان تفهمه لازم تعرف فيه ثلاث حاجات مهمين. ايه هما؟ اي جمله بيكون لها ثلاث اشكال رئيسية. أول شكل للجملة بنسميه شكل الجملة المثبتة، زي ما أقول لك مثلا أنا أتكلم، أنا أتكلم الآن، أنا دلوقتي بتكلم، يبقى ده مثبت. طيب الشكل الثاني وهو شكل الجملة المنفية، جملة منفية إن أنا أقول لك أنا لا أتكلم الآن، أنا ما بتكلمش دلوقتي، لا دي بقى اسمها نفي، وزي ما قلنا كل زمن وله كلمة بينفي بيها الزمن. والحالة الثالثة ولازم تحفظها وهي جملة السؤال، ده الشكل الثالث من الجملة، زي ما تقول لي مثلا هل أنت تتكلم الآن أو لماذا أنت تتكلم الآن. يبقى احنا شباب عندنا ثلاث أشكال للجملة لازم نفهمهم، جملة مثبتة، جملة منفية، جملة السؤال. طيب نبدأ مع بعض كده في أول نوع من الجملة اللي هو الجملة المثبتة. طيب العلامة دي زي ما قلنا قبل كده هتكون بيننا وبين بعض كده علامة الإثبات، يعني لما أشوفها أعرف إن الجملة دي مثبتة. نبدأ مع بعض كده تكوين الزمن، وزي ما قلت لك الجملة المثبتة هي تكوين الزمن. طب هينفعني في ايه ده؟ لما انت في الفصل او في الدرس بره المستر يسأل حد عارف المضارع المستمر بيتكون من ايه؟ يبقى قصده هنا على شكل الاثبات. يبقى الجملة المثبتة هي تكوين الزمن. طيب المضارع المستمر بقى يا رجالة بيتكون عندي من ايه؟ المضارع المستمر بيتكون عندي من اول حاجة بتيجي عندي وهي الفاعل اللي هو السبجكت. طيب الفاعل افكرك تاني عبارة عن يا اما يكون اسم او انه يكون طبعا pronoun يعني ضمير. طيب الاسم زي ما اقول احمد او علي، خلاص، او الاولاد. طيب الضمير بتاعه اللي هو سبع ضمائر فاعل اي وي يو زي هي شي ات. طيب مضارع مستمر يا شباب اوعى تنسى هو بيتكون من الفاعل
لازم يجي بعد منه am او as او are plus الفعل مضاف له ing. الفعل كده اخره ing. طيب انت بقى في اولى اعدادي او في سته ابتدائي تعرف ان am و is و are اللي هو verb to be ده المفروض اوزعه. am بيجي معاها i، ناس بقى عارفه الحاجات دي وفاكراها طبعا. is بيجي معاها هي او شي او it او اي اسم مفرد طبعا، نفتكر ونراجع على الحاجات دي مع بعض يا شباب. وعندي ار بيجي معاها الجمع اللي هو وي او يو او زي او اي اسم جمع. فتاني كده المضارع البسيط المضارع المستمر بيتكون عندي رقم واحد من الفعل اللي هو اي او هي او شي او ات او وي او يو او زي. رقم اتنين عندي لازم يكون فيه ام واز وار. خلي بالك مضارع مستمر يبقى لازم ام واز وار زائد الفعل مضاف له اي ان جي. ام واز وار يا شباب زائد الفعل مضاف له ايه؟ اي ان جي. طيب عايز افتكرها وما انساهاش. تعال نشوف العنوان كده اسمه ايه. present continuous مضارع مستمر. خلي بالك المضارع ممكن نعبر عنه بام واز وار، والمستمر اللي هي اي ان جي، فهم ما بيسيبوش بعض. اي ان جي للفعل طبعا. فانا مثلا عايز اقول كلمه يلعب واقصد ان هو بيلعب دلوقتي، فهقولها ازاي؟ هقول ام بلاينج، ام والفعل بلاي بحط له اي ان جي في الاخر. طيب التركيبه دي لازم تحفظها، وعشان ما تنساهاش رقمها كده. قول لي ادي الفعل ام او از او ار على حسب الفعل طبعا، زائد الفعل مضاف له اي ان جي. الفعل عندي لو اي بيجي معاه ام، هي او شي او ات بيجي معاهم از، وي او يو او زي بيجي معاهم ار، ولازم ام واز وار يا شباب ما بينفعوش يجوا ابدا من غير اي ان جي. ايه ده يعني يا مستر مفيش فعل هيجي بعد ام واز وار مفيش اي ان جي في الاخر؟ اه طبعا ده بيكون اسمه المضارع المستمر. طيب تعال بقى ناخد مثال على الكلام ده. خلي بالك انت اللي هتعمل امثله معايا. لما اجي مثلا اقول لك زي نقط كبيره كده، وبقول لك مثلا باستا ناو، واقول لك حل لي الجمله دي، هنا في فعل ناقص. طيب قبل اي حاجه زي ما قلت لك الكي ووردز الكلمه اللي بتدل على الزمن بتحط عينك عليها وتحدد كده. كلمه ناو دي بتدل على مضارع بسيط ولا مضارع مستمر ولا ماضي؟ انت حافظ المضارع المستمر من الكلمات اللي بتدل عليه ناو اللي هي معناها الان. طالما دي بتدل على المضارع المستمر يبقى الفعل هنا هيجي فين يا شباب؟ في المضارع المستمر. طيب انت حافظ التكوين ولا مش حافظه؟ اه عايز اقول هما بياكلوا مكرونه دلوقتي. طيب زي بقى جمع ولا مفرد؟ جمع. بيجي معاها ايه من فيرب تو بي؟ جدع برافو عليك ار. فاول حاجه هتقول لي ار بلس الفعل مضاف له اي ان جي ياكل اللي هي معناها ايت، يبقى تقول لي ايت ولا ايتنج؟ ايتنج. برافو عليك، يبقى دي اول معلومه سهله كده. يبقى انت كل اللي عليك انك انت لما بتيجي تحل بتبدا تمشي على الخطوات اللي انا بقولها لك. ايه هي الخطوات تاني وبالراحه كده؟ اول حاجه بتحدد زمن الجمله. طيب بعرفه منين يا رجاله؟ من الكي ووردز اللي بيدل على الزمن، الكلمات الداله اللي هي الكشاف، كلمه ناو، كلمه ات، ذا، مومنت. لقيت حاجه بتدل على المضارع المستمر بختار الفعل في المضارع المستمر. لو كانت بتدل على المضارع البسيط كنا اخترنا فعل في المضارع البسيط. وكل زمن مشروح على القناه وطبعا تقدر ترجع للفيديو بتاعه. طيب احنا لقينا كلمه ناو. اهم حاجه بقى قبل ما تكتب الفعل شوف الفاعل، الفاعل هنا جمع ولا مفرد ولا اي ولا ايه؟ الفاعل زي يبقى ياخد ار والفعل مضاف له اي ان جي. طيب نحفظ مع بعض يا شباب دلوقتي في الحصه تكوين المضارع المستمر. المضارع المستمر بيتكون عندي من ام واز وار والفعل مضاف له اي ان جي. تاني كده الكلمه دي ام او از او ار زائد الفعل مضاف له اي ان جي. طيب انت بقى قول لي جمله ثانيه كده بادئه بالضمير هي، نفس الجمله ولكن عايز اقول هو يلعب الان. جمله مثبته هقول هي يعني هو، تمام، واقول از لازم بقى تجيب وراها از او ار او ام لازم يا شباب. يلعب اللي هي بلاي. طب لو كتبت از بلاي بس غلط، عشان افكرك بيها اعمل لك هنا حاجه حلوه كده هقول لك هي از بلاينج. ايه اللي جاب الاي ان جي ده يا شباب؟ الاي ان جي جه عشان از. ليه؟ لان التركيبه دي على بعضها اسمها تركيبه المضارع المستمر. هي از بلاينج مثلا هم بيلعبوا شطرنج تشيس. طبعا at the moment في الوقت الحاضر، او اقول له مثلا now او اي كلمه من كلمات بتدل على المضارع المستمر. سهله كده. يلا بقى هات الورقه وقلم كده وابدا اكتب لي جمل كتير بالشكل ده. ودي جمله مثبته، كل اللي عليك هتختار فاعل مظبوط وهتختار معاه am او is او are. كل حاجه على حسب، i بتاخد am، he she it بياخدوا is، we you they بياخدوا are، زائد الفعل المضاف له ing. طيب تمام كده يا مستر انا حفظت شكل الاثبات. اعمل ايه بقى في النفي؟ زي ما قلنا شباب النفي انا محتاج كلمه اسمها لا عشان اقدر انفي. كنا قبل كده في الوحده الاولى قلنا ان كلمه لا دي هي في المضارع البسيط كنا بنقول dont و doesn't. هنا بقى وكل كلمه طبعا خاصه بالزمن بتاعها. هنا بقى طالما انا عندي فعل مساعد، اي زمن تلاقي فيه فعل مساعد am as are
يبقى هنا ما بحتاجش حاجة، كل اللي أنا عايزه كلمة not. طب ناخد القاعدة كده ونحفظها، قلنا I أو he أو she أو it، تمام، ده المفرد. بعد كده we أو you أو they. تعال بقى أنت وزع كده، قول لي يا مستر I بيجي معها am. احنا اتفقنا مضارع مستمر يبقى ثلاث حاجات، الفاعل verb to be والفعل مضاف له ing. طيب I بتاخد ايه من verb to be؟ بتاخد am، محتاج ان فيها، قلنا كلمة لا اللي هي not، خلاص. طيب he و she و it بتاخد ايه؟ بتاخد is. طب we و you they بتاخد ايه؟ بتاخد are. طب يا مستر ما هو ده، هو ده، دي جملة مثبتة، هي هي هنا. قالك خلي بالك بقى واحدة واحدة، لما باجي انفي بقول am not، وخلي بالك كلمة not بتيجي ورا am بالشكل ده، ما ينفعش ان انا ادمجهم مع بعض. طيب is not، وممكن اقولها isn't، هنا ممكن اضمهم مع بعض عادي. طب are not، are not صح و aren't صح، خلي بالك. يبقى كده دي صيغه الايه؟ النفي. دي صيغه الايه يا شباب؟ النفي. دي معناها انا لا اكون، او يعني معناها انا لا العب، هيتحط هنا فعل. طيب بعد كده بقى بيجي بعدهم ام واز وار، لو منفيين بيجي بعدهم الفعل برضو مضاف له اي ان جي. يبقى خلي بالك ام از ار بيجي بعدهم دايما الفعل مضاف له اي ان جي، والصيغه دي صيغه مضارع مستمر. يعني اقول يا مستر اي ام نوت توكينج. طيب تعال ناخد امثله كده بسرعه. انا كنت بقول، انا اقول لك مثال بجمله مثبته وانت بقى انفيها. لو قلت لك مثلا he is playing chess، الجملة دي معناها هو بيلعب شطرنج ناو دلوقتي. انفي بقى هتقول لي سهلة خالص he isn't، بس كده. يعني كل اللي عليك انك هتحط ان ابوسرفتي بعد is. طب هيكون معناها ايه بقى he isn't playing؟ معناها ان هو ما بيلعبش، خلاص كده يا رجالة. طيب على هذا الاساس هتبدأ بقى انت تنفي الجملتين دول. طيب ايه اللي انا احفظه؟ هتحفظ القاعدة اللي قدامك دي بالظبط. يعني ايه حفظ القاعدة؟ ادي واحد اللي هو الفاعل، رقم 2 am not او isn't او aren't، ورقم 3 اللي هو الفعل مضاف له ing. اوعى تنسى am و is و are ما بيجوش بعد الفعل، ما بيجوش ورا الفعل اللي مضاف له ing. طيب المثال الاولاني ده هننفي بقى، نقول زي. ها زي بقى هتاخد isn't ولا aren't ولا am not؟ برافو عليك، زي يبقى aren't. يعني aren't eating، يعني هم ما بياكلوش دلوقتي، ده اللي انا فهمته من الجمله، هم لا ياكلوا الان. خلاص كده يا شباب، يبقى كده معنى الجملة ان هما ما بيأكلوش دلوقتي. فين القاعدة في الجزئية دي؟ القاعدة جاب لي فاعل جمع وجاب لي ناو مضارع مستمر. مضارع مستمر يبقى عايز ار عشان جمع، طبعا منفي يبقى aren't eating. طيب الجملة اللي تحتها دي عايز حد ينفيها برضو، خلي بالك دي جملة نفي، علامة النفي اللي هي ناخدها مع بعض دي وذاكرها بقى. طيب he is playing chess، لما احب انا بقى انفي الجملة دي هقول يا رجالة، ها انت قول he isn't، برضو isn't يبقى يجي وراها playing، اللعبة كلها ان هو بقى في الامتحان بيلعب لك لعبة اختيارات. يعني يجيب لك isn't وراها فعل في المصدر، قول له غلط، isn't بيجي وراها الفعل مضاف له ing، دي صيغة مضارع مستمر. معنى كده الحاجة دي بتحصل دلوقتي ساعة الكلام، خلاص. طيب احنا هنا خدنا جملة مثبتة وجملة منفية، نراجع عليهم بسرعة كده يا رجالة. زي ما قلت لك المضارع المستمر شكل الجملة المثبتة هو عبارة عن I بتاخد am زائد الفعل مضاف له ing، he وshe وit بيجي وراهم is زائد الفعل مضاف له ing، we you they بيجي وراهم are زائد الفعل مضاف له ing. الصيغه دي على بعضها كده اسمها ايه؟ اسمها ان الحاجه دي بتحصل دلوقتي، خلاص يا رجاله. النفي am not زائد الفعل مضاف له ing، isn't plus الفعل مضاف له ing، و aren't زائد الفعل مضاف له ing. نيجي بقى لاخر حاله وهي حاله السؤال. خلي بالك بقى علامه السؤال، السؤال بيكون فيه منه نوعين، يا اما ان السؤال ده يكون سؤال بهل او سؤال باداه استفهام. هناخد قاعدتين دلوقتي ونحفظهم على السبورة، وبكده يبقى انت خلصت زمن المضارع المستمر. اول قاعدة عندي السؤال بهل. قلنا قبل كده لما بيكون عندي فعل مساعد اللي هو am او is او are، لما اجي اسأل بهل، قلنا كل جملة او كل زمن وله هل بتاعته. طيب هنا انا عندي am او is او are، خلي بالك بقى am او is او are في اول الجملة معناهم هل، في اول الجملة معناهم ايه؟ هل، وبستخدمهم في زمن المضارع المستمر. يعني اقول am في اول الجمله او از، وهيكون الحرف الاولاني كابيتال عشان دي كده اداه استفهام معناها هل او ار. طيب الشاطر بقى اللي هيقول لي، طبعا دي اداه الاستفهام رقم واحد، هيجي بعدها على طول الفاعل. الشاطر بقى يقول لي ام هيجي وراها ايه؟ اي، برافو. طب هي او طب از هيجي وراها هي او شي او ات او اي اسم ايه مفرد. اوعى تنسى الحاجات دي، اعلمها لك كده عشان تحفظها وتاخد السبوره سكرين شوت وتبدا تذاكر. اي طبعا ام اي، از هيجي وراها هي او شي او ات او اي اسم مفرد طبعا. طب وار طبعا هيجي وراها وي او يو او زي. طب هو يا مستر طبيعي ان الفعل يجي رقم 2؟ اه في حاله السؤال، يعني هنا عايز اقول هل هو. طيب اهم حاجه بقى
ان ام واز وار برضو في السؤال هيجي وراهم الفعل مضاف له اي ان جي، هيجي وراهم الفعل مضاف له يا رجاله اي ان جي. يبقى انا كده عايز اقول هل هو ياكل، هقول ايه؟ از هي ايتينج. واضحه؟ وطبعا بحط كيوردز او اي تكمله للجمله وعلامه استفهام في الاخر. ده سؤال بايه؟ سؤال بهل، هنحفظ الصيغه بتاعته. طيب نفس الجمله دي كده عايز اسال عليها، لما احب اسال بقى هبدا بالفعل المساعد اللي هو مين؟ اللي هو ار. يبقى هقول له هنا ار، طيب الفعل كان عندي جمع عشان كده اخترت ار، فهقول له ار ذي، والفعل مضاف له اي ان جي اللي هو ايتينج. يعني معنى كده هل هو ياكل الان؟ طيب اجاوب على السؤال ده ازاي؟ ده سؤال بهل، هجاوب عليه بحاجه من الاثنين يا شباب، يا اما اقول يس يا اما اقول نو. طب لو قلت يس هعملها ازاي؟ هقول يس كما وهعكس بقى ده بعدها، فاقول له يس زي ار، ايوه هم بياكلوا. طيب لو هنفي وهقول نو، كل عليا ان انا اقول نو ذي. خلي بالك بقى في حاله النفي ما ينفعش اقول ار، انما اقول ارنت لازم اجيبها ايه؟ منفيه، عايز اقول لا يعني هم ما بياكلوش. واضحه كده يا رجاله؟ ده السؤال بهل. طيب السؤال بعدات الاستفهام، طبعا جزئيه السؤال دي هنشرحها بالتفصيل عشان سؤال المحادثه. طيب السؤال بعدات الاستفهام هو كل عليك انك هتبدا الجمله باداه الاستفهام وهيجي بعدها فعل مساعد ام او از او ار زائد الفعل المضاف له اي ان جي. طيب خلينا ناخدها كده عشان نحفظها بالمره على السبوره، هي نفس القاعده بالظبط بس هزود اداه الاستفهام في البدايه. السؤال باداه الاستفهام لازم احفظ القاعده بتاعته برضو زي ما اتفقنا، هبدا باداه الاستفهام. بالنسبه للناس اللي هي مش عارفه يعني ايه اداه الاستفهام، استفهام يا شباب اللي انت حافظها اللي هي طبعا وات او وير او وين، طبعا او وات او وير او وين او هاو، اي اداه استفهام اللي انت حافظها بتبدا ب دبليو اتش، وات وين وهكذا، دي اسمها اداه ايه؟ استفهام. مالها بقى يا مستر؟ بيجي بعدها فعل مساعد، لازم يبقى اول حاجه اداه استفهام. فعل مساعد عندي بتاع المضارع المستمر اللي هو مين؟ ام او از او ار. طيب هو ام او از او ار هنا يا مستر دول كده لهم ترجمه في الجمله؟ لا خالص، هما في المضارع المستمر اصلا ما لهمش ايه؟ ترجمه. يبقى اقول اداه الاستفهام مثلا وات از وبعدها على طول الفاعل. طيب ام هيجي وراها فعل اللي هو مين؟ اللي هو اي، خلاص مش هنكتبها بقى احنا حفظناها. طيب بعد كده اهم حاجه الفعل مضاف له اي ان جي، لو نسيت الاي ان جي في المضارع المستمر انت كده عندك غلطه، خلي بالك. طيب هي نفس اللي فوق ده، كنا بنقول ام او زوار هنا معناهم هل عشان بادئين الجمله وبعدهم الفاعل وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي. كل اللي عليك انك هتزود اداه الاستفهام اللي هي وات او وير، ولازم رقم اثنين يجي بعدها ام او زوار، وبعد كده برضو لازم الفاعل على حسب بقى ام يبقى اي، از يبقى هي وشي وات، ار يبقى وي ويو زي، ده رقم ثلاثة. ورقم أربعة الفعل بلس اي ان جي. حد بيقول لي يا مستر ليه الفعل وراه اي ان جي؟ عشان ده مضارع مستمر عندي ام واز وار، احنا اتفقنا ام واز وار يبقى لازم الفعل مضاف له اي ان جي. طيب ده الجزء الاول من القاعده، الجزء الثاني بيتكلم عن الظروف والاحوال وهناخده دلوقتي برضه. بعد كده يا رجاله نكمل مع بعض، عندنا قاعده مهمه جدا في يونت 2 وهي قاعده الادفيربس اللي هي الظروف او الاحوال. خلي بالك بقى القاعده دي بسيطه جدا فيها تركايه كده، لو فهمتها تبقى انت كده تمام مش محتاج حاجه في الوحده الثانيه بالكامل. خلصنا المضارع المستمر وبنتكلم دلوقتي عن الاحوال. بس قبل ما اعرفك يعني ايه حال في اللغه الانجليزيه يعني ايه ادفيرب، لازم اديك فكره سريعه كده عن الادجكتيف، الصفه. ايه هي الصفه؟ الصفه ان انا اوصف حاجه، اوصف انسان، اوصف شيء. ازاي الكلام ده؟ تعال ناخد مثال على السبوره كده عشان نفهم زي ما احنا متعودين. اديني مثال كده، قول لي مثلا علي، مين علي؟ ده شخص عايز اوصفه اقول لك از علي. ده يا شباب سريع اقول لك علي از كويك. علي از ايه؟ كويك. يعني ايه كويك؟ يعني سريع. علي از كويك يا بنا كده بوصف مين؟ علي. ركز في الحته دي قوي عشان تفهمها. فين الصفه اللي هي كويك معناها سريع؟ بتوصف مين؟ مين هو اللي سريع؟ علي. هنا الصفه بتوصف مين يا رجاله؟ الاسم اللي هو الفاعل بتاعي. خلي بالك من الحته دي، الصفه كويك، هابي، ايزي، كل دي صفات اللي انت حافظها، تول، شورت، بيج، كل الصفات دي يا رجاله بتوصف الاسم اللي بيكون موجود عندي في الاول. تاني كده الصفه بتصف مين؟ الاسم. بتيجي ازاي؟ علي از تول، علي از بيج، خلاص يا رجاله، علي از فاست، علي از كويك. طيب يا مستر مش موضوعنا ده، لا ده موضوعنا عشان السؤال بيجي لك كده. لما تلاقي فيرب تو بي بالشكل ده يبقى معنى كده ان الصفه بتصف مين؟ الاسم. طب امال ايه موضوع الحال ده يا مستر؟ ايه موضوع الادفيرب ده؟ خلي بالك بقى يا رجاله، لو انت لقيت نفس الجمله كده علي بس شال لك از وجاب لك بلاي، علي ايه؟ بلاي. بلاي ايه يا مستر؟ علي بلاي كويك، عايز يقول لك علي يلعب
سريع، ما ينفعش اقول عليه يلعب سريع، لكن اقدر اقول عليه يلعب بسرعه. هنا بقى الحال، لازم هنا يا شباب اتحط حال. ليه بقى يا رجاله؟ لان انا هنا ما بوصفش علي، امال بوصف مين؟ بوصف لعبه. علي بيلعب بسرعه، يبقى الحال بيعود على الفعل. الحال بيعود على مين؟ الفعل. التركيه دي مهمه جدا وهتخلص لك الموضوع. تاني، الحال بيصف الفعل. يعني مثلا اقول لك مثلا احمد ينام بكسره، خلاص النوم هنا او ينام دي اللي انا بوصفها، ما بوصفش احمد، خلاص. لكن لما اقول احمد يكون كسول، انا بوصف احمد. الصفه بتوصف احمد، بتوصف الاسم. اما الادفيرب بستخدمه لما يكون في فعل في الجمله، لما اكون بوصف الفعل. تعال نشوف المثال ده. طيب يا مستر انا عارف الصفات بصراحه لكن مش عارف الاحوال. قال لك سهله جدا، اي صفه، اي صفه تتحول الى حال ازاي؟ اي صفه يا رجاله تحول لحال ازاي؟ انا عندي صفه زي كويك، احولها لحال ازاي؟ احط لها في الاخر بس ال واي، كده خلص الموضوع. خلص الايه؟ الموضوع. يعني كويك دي يا مستر اكتبها كده زي ما هي، علي بلاي كويك، مش هطول عليك في الفيديو ده، علي بلاي كويك، واحط لك ال واي في الاخر تبقى كويكلي. انا فهمتش كده، خلي بالك كويكلي دي معناها ان هي حال، معناها ان ايه؟ حال. طب ليه هنا استخدمنا كويكلي مش كويك؟ عشان في فعل في الجمله. طب ما تديني كده يا مستر الخلاصه. قال لك لو الجمله عندك فيها فعل وانا بتكلم عن الفعل ده، يبقى انا هنا بستخدم اللي اخره ال واي، اللي اخره يا رجاله ال واي. تاني كده، عشان هي بتجيلك في الاختيارات، علي بلاي نوت، يقول لك كويك ولا كويكلي، تختار انهي؟ ها طالما في فعل يبقى تختار اللي. هناخد مثال دلوقتي اللي اخرها ال واي. طيب تعال نشوف المثال ده. هنا بيقول لي مثلا الصفه احط لها ال واي تبقى حال. قال لك في حته كمان كده صعبه، ان لو الصفه جايه لك ايزي، يعني ايه ايزي؟ يعني كلمه سهل. لما اجي احط لها ال واي هي اخرها ايه يا شباب؟ اخرها واي. قال لك الصفه اللي اخرها واي ما بحطلهاش ال، بشيل الواي، بحط ايه؟ بشيل ايه يا شباب؟ الواي، فتبقى اي زي واحط لها ايه؟ اي ال واي. تاني كده، يبقى انا بضيف ال واي او اي ال واي. امتى بقى الاي ال واي؟ لو الصفه منتهيه بايه؟ بواي. تاني تاني، ايه هو الحال او ازاي بجيب الحال؟ باضافه ال واي او اي ال واي للصفه. ال واي مع كل الصفات، اي ال واي لو الصفه منتهيه بواي، زي ايزي. زي ايه تاني يا شباب؟ هنكتبها هنا كده ايزي، تمام؟ الحال بتاعها easily. طيب حد يقول لي happy يعني سعيد، حد يعرف يجيب لي منها حل؟ اه طيب ها h a p b وحط لها l y. قال لك لا، ده انت هنا هتقول h a p p وتشيل ال y وتكتب i l y. شلنا ال y ليه؟ هي القاعده كده، طالما الصفه بتنتهي ب y بحط i l y يا رجاله، تمام؟ طيب الجزئيه دي سهله، خلاص انا عرفت كده، انا هجيب الحال ان انا احط l y او i l y، تمام يا رجاله؟ هجيب الحال ازاي؟ احط للصفه ال واي او اي ال، يبقى اي صفه اخرها ال واي دي اسمها حال مش صفه. طب وظيفه الحال ايه في اللغه الانجليزيه؟ بيصف الفعل، يعني الجمله لازم يكون فيها فعل. طب اديني مثال تاني كده، واديني مثال زي ما بيجي في الامتحان بقى. لما اجي اقول لك مثلا مثلا احمد او هي هو، خلاص واقول لك ايت ياكل، هنا فعل اهو، واقول لك نقط، هكتب هنا في الاختيارات بقى ايزي ولا easily. ها قبل ما احل يا رجاله، قبل ما ايه محل، انا عرفت خلاص دي صفه ودي حال. طب انا عايز هنا صفه ولا حال؟ ابص اشوف انا بوصف احمد ولا بوصف الفعل بتاعه. في فعل في الجمله باختصار كده؟ اه، يبقى تختار الاخرها ال واي. اتفقنا يا رجاله؟ في فعل في الجمله اختار الاخرها ايه؟ ال واي. طب ده سهل جدا الدرس ده، يعني اي فعل في الجمله اختار الحال اللي هو اخره ال واي في الاختيارات. تمام، الله ينور عليك، مش في اكتر من كده. طيب ما فيش اي تركه؟ في تركه صغيره بقى عايننها للطالب الشاطر بقى. ايه هو؟ قال لك في خمس صفات شواذ. يعني ايه صفه شاذه؟ صفه شاذه يا شباب يعني ما بتقبلش موضوع ال واي ده. طب هعمل فيها ايه؟ احفظها حبيبي زي ما احنا اتعودنا، اي صفه اي حاجه بتكون خارج القاعده غير منتظمه لازم احفظها. هم سهلين جدا، يعني مثلا فاست هي الحال بتاعها فاست، اللخبطه دي يعني دي صفه ودي حال. اه هديك مثال دلوقتي يحل لك الموضوع. هارد الحال بتاعها هارد، ليت ليت، ايرلي ايرلي يعني مبكرا. طبعا فاست يعني سريع، هارد صعب، ليت متاخر، ايرلي مبكرا. اهم حاجه بقى جود، الحال من جود ويل بالاي يا رجاله، دبليو اي ال ال، الحال من جود ويل. طب يعني جود ويل، جود الحال بتاعها ايه؟ ويل. لا انا عايز اخد مثال على الجزئيه دي يا مستر، عشان انا كده هتلخبط لما اجي احل في الامتحان. لما انا خلاص ال واي دي انا فاهمها، طب هيجيب لي حاجه صعبه ولا صعبه ولا حاجه يا رجاله؟ بص هيعمل معاك حاجه سهله جدا، هيقول لك بس كده ان مثلا they الولاد، خلاص، وهيقول لك run في فعل اهو، يبقى عايز حال تحت نقط. وهيجيب لك بقى لعبه حلوه قوي، يقول لك quick، انا عايزك انت اللي تجاوب، انا مش هجاوب، ولا يلخبطك بقى، هيلخبطك، هيقول لك quick ولا مثلا slow،
تمام ولا فاست؟ انا شايف الناس بدات تقول لي ايه ده مستر، ده ما فيش حاجه اخرها الا واي، ده انا عندي فعل يا مستر، عندي فعل في الجمله، انا عايز انا حاجه اخرها الا واي. اقول لك خلي بالك بقى، في فعل اهو، في حال اهو، بس انت مش واخد بالك ازاي. ما هو احنا قلنا فاست ده حال شاذ، يعني بيجي لك زي ما هو كده. طب انا ده ايه اللي عرفك ان هو حال؟ هو كده يا مستر، عشان هو جايب لي صفتين ما ينفعوش. طب ما هو بيسهل عليا اهو. طب ما هي بتيجي سهله لان ما فيهاش اكتر من كده. هو لو جاب لك هنا سلولي وفاست يبقى السؤال ده غلط، ما ينفعش. هو يجيب لك حال وصفتين، حال وصفتين، ده لما يكون عايزك تختار ايه الادفيرب.